مدير مبيعات شركة ليكزس في العراق الأستاذ بشار الخفاجي. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا عزيزي. أهلا وسهلا بك. نحكي عن مميزات الرئيسية اللي تميز سيارة ليكزس LXF سبورت. نعم، الالكس 600 طلعت بلاين جديد، هو الاف سبورت. الاف سبورت بمزايا كثير، طبعا الالكس 600 معروفة بمزاياها وسيارة جدا معروفة بالعالم، لكن الاف سبورت اعطاك الطابع الرياضي اللي ما متوفر ببقية الموديلات. سيارة جدا، اضافات جدا جميلة انضافت لها امامي وبالجانب وبالخلف، فالسيارة ان شاء الله حنشوفها بالانطلاق مالتها راح تشوف المميزات والجمال اللي بهذه السيارة اللي يفرق عن البقية. طيب نحكي عن صيانة وخدمة عملاء اللي يشترون سيارة لكزس الجديدة. احنا في لكزس بغداد وفي لكزس عموما بالعراق احنا كلش فخورين بصيانتنا ما بعد البيع. عندنا الصيانة ما بعد البيع هي اللي يميزنا عن الآخرين. سياراتنا كلها تجي بضمان لمدة 4 سنوات مع صيانة مجانية لمدة 3 سنوات. هذا يشمل كل سيارات لكزس في العراق، فهذه شغلة تميزنا. دائما احنا معاملتنا لزبائننا، طريقة ضيافتنا لهم، المبادئ اللي ضيافة العراقية بالإضافة للضيافة اليابانية تجعل خدماتنا تفرق عن بقية الوكالات. طيب نحكي عن نسبة المبيعات والطلب على هذه السيارة الجديدة. الاف سبورت هي من أعلى مبيعات عندنا بالعراق، أعلى من أي موديل ثاني. احنا من بدينا مبيعات من سنة 22 إلى حد الآن هي السيارة محجوزة قبل شهرين وثلاثة، وتوصل أيام إلى 6 أشهر محجوزة السيارة، فهي أعلى مبيعا عندنا بالوكالة. شكرا جزيلا لك. وسهلا بك. شكرا.